أحدثكم على المدرسة وعلى الأساتذة، تعلمون أن في كل سنة هناك فائض، فائض ويبقى وذلك، وهذا الفائض من أساتذة للأطوال المراحل التعليمية الثلاثة هم مرتبطون معنا باتفاقيات، وبالتالي فهناك من بقي من سنة 2016 2017 2018 2019 كفائض، قمنا بتوفير يعني برخصة من السيد الوزير الأول، تمكنا من تكفل بكل الخريجين الفائضين عن الحاجة في السنوات السابقة، وسيلجون مؤسستنا التربوية في هذا الدخول، وهذا كما تفضلت عن صواب سيقلص بل قد سيزيل تماما عدم توافر التأطير مع الدخول المدرسي. وإن لم يكفي هذا المنتوج، سنذهب إلى قوائم احتياطية وفق ما هو معروف وما تعرف عليه وفق ما هو قانوني، وقمنا بالعمل في هذه الصائفة على مدار اجتماعات عديدة، وانتهينا إلى إصدار مشروع وزاري مشترك سيمضيه الوزراء الأربع يوم الغد إن شاء الله، الذي يحتوي كل نقائص وكل كل ما كان يعني كل الصعوبات التي كانت مطروحة تم علاجها، وسيصدر هذا المنشور ليكون هناك تكامل بين القطاعات المعنية وتفاهم، وكذلك تغطية شاملة لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. لأبنائنا هؤلاء كذلك هناك الجديد هو أنه في هذه السنة الكتاب المدرسي الخاص بهم الذي هو مكتوب بالبراي بتقنية البراي هو جاهز الآن، ولم يسجل تأخر كما كان ذلك في السابق. ملف البكالوريا هو مربوط كذلك بملف التعليم الثانوي، ولا بد أن ينظر للملفين في نفس الوقت، وهذه قناعتنا وكذلك قناعة الشريك الاجتماعي وقناعة الجماعة التربوية، وسننظر عن قرب في الملف برمته لإصلاح التعليم الثانوي والبكالوريا معا إن شاء الله.